الحمد لله القائل: وما بكم من نعمة فمن الله، نحمده حمدا يليق بكريم وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم يبعثون. أما بعد، فيا عباد الله، تقوى الله عز وجل وصيته لعباده، وخير زاد يتزود به المرء في حياته لمعاده. يقول جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. يقول تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى ما تفضل به علينا جل جلاله وسبحانه في الأيام الماضية، وحرم منه غيرنا من غير المسلمين وأذنابهم من المنافقين والعلمانيين، وما عجز عنه أصحاب الشبهات والشهوات من الفاسقين والفاسقات. فمن أعظم نعم الله عز وجل على عبده طاعته لربه وعمله بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واهتمامه بدينه. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فلما رأى المسلمون أيها الإخوة هلال ذي الحجة، أمسك من أراد منهم الأضحية عن الأخذ من أظفاره وأشعاره طاعة لربه وعملا بقول نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه مسلم. وترك ما يلقيه بعض الزائغين وإن كان ينسب إلى العلم من جواز الأخذ من الشعر والأظهار حتى ولو كان أراد الأضحية، فخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لامتحان الناس، هل يتبعون نبيهم أو يتبعون من يدعون العلم والمشيخة. ولما دخلت عشر ذي الحجة أقبل المسلمون على عمل الصالحات وفعل الطاعات التي يحبها الله عز وجل، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، رواه البخاري. ففي تلك الأيام المباركة أقبل المسلمون الذين يخافون آخرتهم ويرجون ما عند ربهم، أقبلوا على عمل الصالحات وفعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات، حتى جاء يوم عرفة الذي ذكرنا بأيام رمضان، فقل ما ترى مسلما لم يحج إلا وصام ذلك اليوم. حتى الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم ولم يتركوا الصيام إلا ذو عذر شرعي كعجز أو مرض أو سفر، وهذا كله طاعة لله عز وجل وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العشر أيها الإخوة، قل ما تجد رب أسرة قادرا إلا واستعد لأضحيته يتفقدها، لكي لا تكون مريضة ولا عوراء ولا عرجاء ولا عجفاء، يحتسب كل مال يدفعه في أضحيته طيبة بها نفسه طاعة لربه وعملا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الأثر: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم، وإنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. ثم تمت هذه العشر بأفضل أيام السنة، يوم العيد، يوم النحر الأكبر، فخرج الرجال والنساء بل وحتى الأطفال لتأدية صلاة العيد واستماع ما تفضل به الخطباء في خطبهم بعد الصلاة. وبعد الصلاة
طفق المسلمون لتهنية إخوانهم وزيارة جيرانهم وذبح ضحاياهم. وأما صلة الرحم فلا تجد مسلما في هذا العيد إلا وقد وصل رحمه، ولا تكاد تجد وسيلة تصل بها الرحم إلا واستعملت بهذا العيد المبارك. بل من المسلمين من قطع مئات الكيلومترات وأنفق آلاف الريالات في سبيل صلة رحمه، وهذا كله طاعة لله عز وجل وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بما حث عليه شرع رب العالمين: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. بارك الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، فيا عباد الله، يقول تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: إن التحدث في نعمة الله داع لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها، فاشكروا الله على نعمه أيها الإخوة، فبالشكر تدوم النعم. يقول عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول تبارك وتعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: عليكم بملازمة الشكر على النعم، فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. فاشكروا الله على نعمه أيها الإخوة، أن وفقكم لما حرم منه غيركم من طاعة ربكم والعمل بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والاهتمام بأمور دينكم وبما جاء في شريعة ربكم وتمسكوا بها، واسألوا الله جل وعلا الثبات عليها إلى أن تلقوه، فإن الأمر عظيم وإن الزلل في ذلك كبير. أسأله عز وجل أن يوزعنا جميعا شكر نعمه، وأن يجعلنا له شاكرين ذاكرين، عابدين حامدين، تائبين منيبين، وأن يعيدنا جميعا من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه برحمته، فإنه هو أرحم.